العود العصي المسمى وعدل عوجها بالفعول اعتدالي وجه السعد درع البلد لا عدمنا ابن الملك اللي على الشعب غالي سلمان وبوح وجده معز اشباه
تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الفيصل يبحث آليات التعاون الرياضي مع السفير الفرنسي. وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة القادسية الاستثمارية. قبل ثمان جولات من الختام منافسة مشتعلة للظفر بالمقاعد الآسيوية. الانضباط تعاقب العين وترفض احتجاج الشباب. تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرياضة للجميع يطلق حملة ابدأ الآن. هذه عناوين الحلقة، اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد وجري أبو تركي. هلا والله وجود، مساء الخير، يا هلا وسهلا. عيد الثقيل أبو فيصل، هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. محمد الماس أبو عبد الله، هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخوي أبو جود، وفرصة سعيدة أن نلتقي مجددا معكم مع الأساتذة الكرام. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. آخر 24 ساعة و 48 ساعة يمكن كان العنوان الرئيسي والترقب هو للمشهد الأهلاوي، وكان في حديث سيقال لن يقال يقال لن يقال المدرب، ويبدو أنه الاختبار النهائي راح يكون في المباراة القادمة للفريق الأهلاوي من فريق نادي النصر، إما استمرار المدرب ويتجاوز عنق الزجاجة ولا يأخذ الضربة القاضية ويبدأ البحث عن بديل داخل البيت الأهلاوي. في غضب أهلاوي واضح في الفترة الأخيرة في السوشيال ميديا وفي الصحافة من بعض كتاب الرأي. طبعا لما تيجي تفتح أنت مواضيع مثل هذه ممكن النصراوي يزعل منك، يقول لك أنت قبل مباراة النصر تبغى تفتح مواضيعهم وتحاول تصلح الأوضاع وتساهم في تصحيح الأوضاع، وممكن الأهلاوي يقول لك مباراة النصر وانت قاعد تزود الطين بلة وتستغلها. طبعا لا هذا ولا ذا، يعني السوء بلغ في الأهلي ما بلغ، والآن عندهم مباراة مع النصر، احنا ما حنقدر نغير الجدول عشان فتح موضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. بس نبغى نقول حاجة مهمة، بالتأكيد كنا تابعنا في الأيام اللي راحت اللي صار على مستوى التواصل الاجتماعي فيما يخص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لا يمكن أحد يقنعني أن هذا جمهور الأهلي، ولا يمكن أنه أحد في الرياضة أن تصل فيه التشنج أو الهجوم للوصول لهذه الدرجة. جمهور الأهلي ما يحكم عليه بهاشتاج يعني زين، ولا يحكم عليه بتغريدات. جمهور الأهلي شريحة كبيرة عريضة محترمة محبة، مثلها مثل كل جماهير الأندية، فيها من العيوب والميزات يعني المتشابهة والمتقاطعة مع كل المدرجات، النصر والهلال والاتحاد كلهم في حالة الفرح يصلوا لدرجة معينة، وكلهم في حالة الغضب يصلوا لدرجة معينة. لا يحكم عليهم بما حدث. أنا أتمنى أنه الجميع يرفض هذا، حتى وأنا متأكد أنه في كثير من الأحبة في الأهلي من إعلام ومن جماهير يرفضون هذا المنزلق اللي وصلوا فيه أو وصلوا له يعني بعد المباراة، مهما كان الغضب مهما كان الزعل. أنا تسألوني عن رأيي، أنا أتفق مع جماهير الأهلي أنهم عندهم مشكلة كبيرة في النادي على مستوى الإدارة واللاعبين، وخرجت وخلاص وما عاد بالإمكان تجاوزها، لكن مش نوصل لهالدرجة. وأنا متأكد أنه لا يحكم على جمهور الأهلي بهاشتاج أو بترند. حنفتح الموضوع اليوم ونحاول نناقشه بأكثر طريقة ممكنة من الواقعية والموضوعية، مساهمة في حل المشهد الأهلاوي اللي هو رغم كل يعني ما يقال عنه وكل ما يتم الحديث عنه، إلا أنه الأهلي رغم كل هالظروف لا زال موجود في المنافسة، يعني لم يرمي زي ما يقولون المنديل لسه، يعني لا زال الفريق الأهلاوي رغم كل هذا موجود في المنافسة. في ناس تكبر المواضيع داخل الأهلي، يعني ترى
الهلال وضعه سيء فنيا في الفترة الأخيرة، الشباب كان وضعه سيء في بداية الموسم، النصر وضعه سيء من بعد السوبر، الاتحاد حبة فوق وحبة تحت وبعدين حبتين فوق وبعدين حبة تحت، بس الأهلي ما أدري هم اللي يكبرون مواضيعهم، في أحد قاعد يكبر مواضيع الأهلي مش بهذا السوء اللي يقدم اليوم، لا زال في المنافسة. حنفتح الموضوع بعد ما نشوف التقرير مع ضيوفنا الكرام. أشعلت الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام ضمك في آخر مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فتيل الغضب لمحبي وعشاق قلعة الكؤوس. فبعدما كانت الجماهير الأهلاوية تمني النفس بالمنافسة على حصد الألقاب هذا الموسم، إذا بها تفاجأ بتراجع غريب في مستوى الفريق وتذبذب في النتائج جعل الجميع يضع يده على قلبه خوفاً من القادم المجهول. محصلة من النقاط بلغت الرقم 35 جعلت الأهلي يتبوأ المركز الرابع من خلال خوض 22 مواجهة، انتصارات 10 كان آخرها على الوحدة في المرحلة 17، وتعادلات 5 بدأت في المرحلة 5 أمام الشباب وانتهت في الأسبوع 19 أمام العين، وإخفاقات وسقوط تكرر في 7 مناسبات كان آخرها أمام ضمك بالثلاثة. مشاكل إدارية بدأت قبل انتهاء الموسم الفائت بابتعاد الأمير منصور بن مشعل عن الإشراف على فريق كرة القدم بالنادي، واستمرت باستقالة طارق كيال بعد الخسارة من القادسية في الجولة 12، انفلات في التصريحات من قبل اللاعبين، وجرأة غير متوقعة في الحديث عن مشاكل النادي لم تكن موجودة من قبل في هذا الصرح الشامخ، تعاقدات أجنبية لم ترتقي لمستوى التطلعات، مشاكل فنية وأداء باهت وهوية مفقودة، 90 دقيقة على المستطيل الأخضر لا تعكس العمل الفني لمدرب الفريق فلادان، بل هي اجتهادات شخصية إن آتت كلها فخير ونعمة، وإن كان الحصاد سيئا فالإدارة هي المخرج الوحيد والشماعة الجاهزة لتعليق الإخفاق عليها. خروج من كأس الملك أمام العين في الدور ثمن النهائي وانهيار في بطولة الدوري كان ثمنه التراجع من الترشح لحصد اللقب إلى احتمال فقدان فرصة الحصول على مقعد يسمح بالمشاركة الآسيوية، فرص متكررة للتقدم وخطف الصدارة فقدها الفريق بكل سهولة، وكأن هناك ود مفقود بين الأهلي وبطولة الدوري. بعد كل هذا ماذا يمكن أن نطلق على ما يحدث في الأهلي؟ سؤال تكرر كثيرا مع كل إخفاق يحصل لهذا الفريق هذا الموسم، لكن إجابته لا زالت مجهولة ولم نجد لها بلسما شافيا يعيد الابتسامة لمدرج الراقي. ابدا معك ماجد، وانت بالذات على الاهلاويين لازم كلامك يكون خفيف، انت تعرف الاهلاويين احيانا مخلي مو احيانا لهم فتره كذا يتحسسون من كلام، يعني نفس الكلام اللي انت تقوله لو يقوله واحد ثاني عادي عادي ماجد شف ماجد وماجد، وانا طبعا ما اشك في نواياك، انا اعرف بس الجمهور محتاج توضح له الصوره، يعني انا متاكد ما عندك انت اجنده يعني في حديثك عن النادي الاهلي، كيف شايف المشهد الاهلاوي؟ هل هو بهذا السوء؟ هل هو بالغت الناس في السوداويه تجاه الاهلي؟ ايش الحلول اللي ممكن نقدمها اليوم للنادي الاهلاوي اذا في احد قاعد يسمعنا يعني؟ جميل، اول شيء هي رساله موجهه للمدرج الاهلاوي بالدرجه الاولى. ماجد عندما يتحدث عن الاهلي او غيره يحلل مشهد موجود، ما عندي حسابات لمصلحة ولا ضد أي نادي من الـ16 ولا غير الـ16. ممتاز. اللي يمليه علي ضميري راح أقوله. أوكي، الواقع أن الأهلي أوكي كل فريق في العالم اليوم الكروي كله، أنت كررت هذا الكلام وموجود في أكثر مناسبة، العالم الكروي كله في العالم يعيش حالة غير طبيعية، كل الفرق ليست بمستواها، وانت قبل شوي استشهدت في الهلال والنصر والشباب وغيرهم. الأهلي
زيادة على الخسائر، زيادة على أنه يودع كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين من مين؟ من متدين الترتيب العين، مع كل الحب والتقدير والاحترام لهذا الفريق القادم الجديد. الأهلي رايح جاي يخسر من ضمك في أبها أو في ملعب الشرائع، واحدة منهم بعد أن كان متقدم بالثلاثة. لك أن تتخيل أن الأهلي يتقدم على ضمك بالثلاثة ثم يخسر بالأربعة. لك أن تتخيل أن الأهلي في ملعب الشرائع يتقدم بالهدف هدف السبق ومن ثم يخسر بالثلاثة. إذن فيه مشكلة، وسميها مع تلطيف، مع تلطيف، فوضى على المستوى الإداري والمستوى الفني. والفوضى عكسها ردة الفعل الإعلامية الغير مقبولة أبداً أبداً من مين؟ من عمر السومة ومن العويس، وكأنهم، شوف هذا حدث بعد المباراة، أوكي، المباراة قبل السابقة، وكأنهم هذا الثنائي قبل ما يطلعون في القناة الناقل متفقين على أننا نقول الدوري يحتاج مهر. ليس هذا هو، يعني خليني أقول، الخطاب الإعلامي الذي يصدر من قبل اللاعبين. لو اللاعبين شاعرين بأنه من يجلس على كرسي رئاسة نادي الأهلي بيقمعهم، ما كانت جرأوا قالوا هالحكي. أوكي، وشوف، أنا مش عشاني أنا اللي مسوي الحوار ولا أسوي دعاية لجريدة الرياضية، أحمد عيد رمز أهلاوي كبير ما حد يختلف عليه، كلاعب، كرئيس، كمشرف، لا يذكر الأهلي وممكن تنسى أحمد عيد، تحطه في مقدمة اللاعبين، صح ولا لا؟ صحيح. أحمد عيد اليوم في الرياضية يقول الأهلي مختطف. أحمد عيد اليوم في حواري معه في الرياضية يخطئ العويس ويخطئ السومة من ردة فعلهم. أنا أقول باختصار شديد، الأهلي لن يعود إلا من غرفة الملابس. مشكلة الأهلي في غرفة الملابس. مشكلة الأهلي أن في ناس ضخمت وتفخمت، ويجب أن تعود إلى حجمها الطبيعي. لازم، لابد أن الأهلويين يتكاتفون ويعطون كل واحد حجمه. الواحد لما يأخذ أكبر من حجمه أكيد حتصير. أنت لكن يعني وانت تتكلم انت كاني قاعد افهم انك تقصد السومه تحديدا، السومه والعويس وغيرهم. شوف انا ترى على فكره حتى في رده فعل العويس في القادسيه، انت لاعب عندك ضبط نفسي واداري، انت اخطا عليك حتاخذ حقك. الدنيا ما هي فوضى تبي تجي تصعد مدرج. لو هو عارف ان عنده مثلا رئيس ولا مدير فريق حيقمعه، مع العلم اني مؤمن انه طارق كيال من المدراء الفرق الاقوياء، حيقمع، ما كان تجرع سوى كذا. خير يا طير، سمعتهم، اوكي، اخطوا عليك، سبوك، انت عندك جهات تقدر تاخذ حقك. الاهلي ليس في وضع طبيعي. شوف انت لما تستشهد في الهلال، لكن في المقابل ضبط في الهلال حتى وان خسر الهلال. تستشهد في النصر إلى حد كبير من خلال وجود حسين عبد الغني تحديداً، في ضبط في النصر. الشباب في مرحلة من المراحل، نتائج ما نتائج، لكن عنده رئيس قدر إنه يخلي الفريق الآن من المرشحين الأوائل إلى أنهم يحققون الدوري. لذلك الأهلي ليس بالأهلي على المستوى. وين يبدأ حل مشكلة الأهلي؟ من جهة المدرب ولا من جهة الإدارة؟ لا من جهة الإدارة. ويجي مع، يعني مع كل الحب والتقدير، وانا عاشرته حتى في نادي الشباب في مرحله، وحتى مع المنتخبات السنيه في مرحله، نايف القاضي فاهم كرويا، فاهم اداريا، لكن ما عنده الحده، ما عنده القوه اللي يعني تخلي الواحد. شوف ترى زي حامد البلوي، انا يوصلني الكلام اللي ينقال قبل المباراه ولا بعد المباراه، ترى من ضمن أحد أهم أسرار عودة الاتحاد إلى وضعه، نوع من وضعه الطبيعي، حامد البلوي داخل غرفة الملابس قبل وبعد وفي المعسكر وفي كل شيء. أنت لما يجيك واحد حازم يضبط الأمور، لا سومة ولا عويس يقدر يقول وش قدمتوا أنتم، مع احترامي لكم، وش قدمتوا؟ أنت شايف شكلك في المباراة اللي خسر فيها يا العويس، اللي خسر فيها الأهلي بالأربعة من ضبك، شايف شكلك في المباراة الأخيرة؟ ترى أنا قسم بالله العظيم كل الاثنين، انا السومه قلت عنه، تدري ان يوم من الايام قلت هذا اللاعب الاجنبي اللي اشوفه من الممكن انه يحترف في اعتى الدوريات على مستوى حتى اوروبا، توك موقع 3 سنين، السنه ب 10 مليون،
وش المهر اللي يحتاجه الدوري؟ وش المهر اللي يحتاجه؟ وش يسوون لكم يعني؟ وش اللي ناقصكم؟ وليش ما طلعوا لاعبين في الهلال وقالوا ذا الحكي مع الخسارة 4 تعادلات وخسارتين، ولاعبين في النصر قالوا ذا الحكي؟ ليش ما تجرأوا أي لاعبين في أي أندية من 16 على إدارة أنديتهم إلا الأهلاويين؟ ليش؟ في ضعف في الإدارة. أحبك يا مؤمنة وأقدرك وأحترمك، لكن لو هم حاسين. وبعدين بقول مؤمنة برضو رسالة، يا مؤمنة يا مؤمنة يا حبيب قلبي، ما في قائد يترك جنوده في ساحة الحرب ويمشي، حرب كروية طبعا نتكلم. أنت لما سجل الشباب الهدف الثالث قمت ديورت ومشيت، المباراة الأولى أمام ضمك واصل الدقيقة 26، أنت لازم الآن يا أستاذ عبد الإله، والله نحبك ونقدرك ونحترمك، لازم تكون قريب من النادي ولازم تكون قوي وحازم. أنت ما تتركهم، ترى الخسارة لما تخسر مشكلة، لكن لما تفوز كلنا بيقول أنا البطل. عيد يعني وش تبين نحكي عن الأهلي؟ بس بالأهلي أنا أعتقد أنه الإشكالية فيه كبيرة جدا، ما تتعلق بالإدارة واحدة ولا تتعلق بالمدرب، يعني اللي يتردد الكلام في 48 ساعة أنه راح يقال أو لا يقال، ولا أعتقد أنه الحل هو يمكن ابتعاد المدرب، ولا أعتقد الحل ابتعاد عبد الله مؤمنة. أعتقد إيه، ما أعتقد أنه حل هذه كلها. أنا أعتقد أنه الخلل في المنظومة الأهلاوية، وفيه أنت قلت نقطة يعني حقيقة وأنا أفكر فيها يعني من جد، من طرحت أنت السؤال وقبل كذا أنت تقول ليش الأهلي، هل الأهلي قاعد يتضخم؟ ليش جمهور الأهلي بزيادة؟ أنا أقدر يمكن أشرح لك السبب كمشجع عادي وبسيط جدا وتفكير يعني فعلا يعني مشجع عادي. أنت تتكلم عن السيئين ثلاثة، الهلال والنصر والأهلي، الشباب والاتحاد خلهم على جنب، فيه تميز فيه تفوق في الاتحاد والشباب عن المواسم السابقة، فيعني جمهور أعتقد الناديين ذولي راضين تمام الرضا، يعني حتى الشباب شوف لو مو في الصدارة لو كان الثاني أو الثالث أعتقد أن جماهيره راح تكون راضية مقارنة بالسنوات الماضية. تجي من 2014 المنافسة محصورة، كانت 2014-15 النصر، 16 أهلي، 17 هلال، و18 نصر، و19 هلال، فمحصورة بين الثلاث فرق اللي قلت لك السيئة. جمهور الهلالي قاعد يعني على الوضع السيء اللي هو فيه، لسه مسألة الثلاثية، بطولة آسيا، محقق الدوري العام وكأس الملك قبل يمكن كم شهر، هذه لسه يعني على الأقل ما وصلنا لمرحلة الغليان. النصراوي حقيقة عندك 18 راجع، وانت تعرف النصر يعني 14-15 وابتعد كثير، يعني ما كان حتى منافس، ومن 18 قدم موسم استثنائي في صفقات مهولة يعني تسعد أي أحد، كانت الموسم هذا تسعد أي جمهور ممكن تتغنى فيها، عندك السوبر مثل ما قلت ولاعب نهائي كأس ملك، يعني الوضع لسه رغم أنه النصر يشابه الأهلي في نقطة معينة أنه أسرارهم مكشوفة. يعني شوف الهلال فيه ميزة حقيقة، الهلال على سوءه الفترة الماضية ما حد قاعد يعرف إيش فيه مشكلة في الهلال، كلنا قاعدين على الطاولة وكل البرامج وكل هذا الصحف ما شفت أحد تحدث عن مشكلة، ترى مو عشان الجميع كل البرامج والصحف تحابي الهلال أو تداري مشاكل الهلال، لكن ما تطلع، ما كنا نعرف، كنا نتكلم عن رزفان، كل حديثنا عن رزفان لين مشى صح، خلصنا من رزفان وحتى أيام رزفان قاعد نتكلم جوميز كبير في السن ومستواه نزل أكيد بينزل الهلال كاريو أشياء طبيعية، لكن بالتأكيد أنه فيه أيضا أمور أخرى ما ظهرت على السطح. النصر والأهلي أمورهم تظهر على السطح. الأهلي شوف بداية الخطأ كان حقيقة من عبد الله مؤمنة، وأنا أتذكر قلتها هنا يعني قلتها هنا لما بداية الموسم أو أول ما استلم عبد الله مؤمنة طلع في تصريح فضائي وقال سننافس على كل البطولات، ترى أنك ترفع سقف الطموح الجماهير هذا شيء مشكلة، تيجي بعدها بشهر أو شهرين تتكلم عن توازن مالي، طبعا الإدارة عندها مشاكلها ما ننكر ذلك، أتفق مع أبو تركي أنه في ناس تضخموا في الأهلي، وتحديدا عشان نكون صريحين يعني ولا نتكلم ما قال عرفت بأسرار، عندك السوم وعندك العويس، من أنتم بالنسبة
للكيان الأهلاوي عشان تتحدثون عن الأهلي بهالفوقية. شوف خليني أقول لك خليني أقول لك الأهلاوي اسمعني، أنت قاعد تقولها كذا، أنا بقول لك الأهلاوي كيف يسمعها منك هذه الجملة. أنت قلت من أنتم وقال ماجد نفس الكلام، يعني أنتم الكيان أكبر منكم صح، وهذا كلام واقع، بس أنت قاعد تقولها بوعي صحفي إنه مين أنتم مقارنة بالكيان الأهلاوي صح. أنا أقول لك بعض الأهلاويين كيف يسمعونه. ما يحب السومة، يجلد في الفرق. لا لا خلنا اقول لك شيء، قلنا عن حمد الله يا ابو جود. لا لا اخي كنت انا كنت بقول لك المساله ذي، تسمحوا لي بس اكمل. كم يجلد في الفرق وغلط غلطه ولا طاح الجمل كثره سكاكينه، والحين بيستغلونه فرصه جلد في السومه وفي العويس، وعشان ما يطلع موضوع السومه بالحاله يضمون العويس معاه، ترى احنا ما نستهدف السومه تحديدا. في ناس من جمهور الاهلي واعلام ما يسمعك كذا وانت قاعد تتكلم. اي لا انا بقول لك شيء، شوف ترى على فكره يعني فعلا هذه النقطه انا ايدك فيها، انه فعلا ناس تنظر لها بهالشيء. لا احنا نتكلم عن الجميع، والله العظيم عن الجميع. حمد الله ما انت باكبر من النصر، قوميز ما انت باكبر من الهلال، سلمان الفرج ما انت اكبر من الهلال، سالم الدوسري ما انت اكبر من الهلال. اي لاعب موجود انا اعتقد انه ما في احد كبير على الأندية الجماهيرية. يعني خلينا نتكلم بواقعية، مثلا النصر لما نقول حمد الله يا أخي كان فيه ماجد وكان الهريفي وكان كان في أسماء كثيرة راحت وجت والنصر بطل. الهلال نفس الحكاية، أكثر من الأسماء اللي ذكرتها لك. الأهلي نفس الحكاية، لما الأهلي كنا نتغنى فيه وقلعة الكوس، في أسماء مرت ترى على التاريخ الأهلاوي أكبر حتى منك، ومع ذلك لم يتوقف الأهلي عليها. أنا أتكلم على العموم، والله ما اقصد السومه ولا اقصد العويس. الحل في الاهلي يبدا وين؟ في الاداره ولا في المدرب ولا في اللاعبين؟ وانت تروح اول شيء لو انت اعطيت ملف الاهلي قالوا لك عيد راح حل المشاكل، اول شيء وش تسوي؟ اخذت الملف ده وين تروح؟ انا اقول لك شيء، اذا المشاكل الماليه اهم شيء نمبر 1، انا ما اعرفها حقيقه في الاهلي عشان اتكلم لك بصراحه، بس اقول لك لو في مشاكل ماليه، في اشياء للاعبين متاخرات بشكل كبير. الناس قدمت كفاءه ماليه وجابوا محترف فتره الـ صحيح. الـ الانتقالات يعني ما عندهم يعني على الاقل إيه لا حلوين مجددين مع السومه ب 10 مليون. انا اقول إيه لا لا انا كلام ماجد 10 مليون ما عندي معلومه. لا لا خليني اقول لك شيء، انا اقول لك لو هذا الشيء ثاني شيء بعده. انا اقول لك بعده المدرب، في اوقات انت لازم تحدث الهزه، لازم تغير اي شيء حقيقه. خلينا نكون واقعيين، والمدرب ما كان عندنا، ما اقول لك انا في مشروع والله صح ولا لا وانا راح احبط المشروع، لا فلدفان نعرف انه ما عنده مشروع، يعني ممكن مدرب جيد لكن ما في مشروع اهلاوي واضح عشان نقول والله شيله المدرب ممكن تطيح بالمشروع. الشيء الثالث يمكن حتى يرافقها الامر، الحزم مع اللاعبين ومع الجميع حقيقه، السومه وغيره وغيره وغيره. لابد يعني جميع لاعبي الأهلي يعرفون الأهلي أكبر منهم، يعرفون أنه الدكة ممكن تنتظر أي لاعب، وإحنا دائما نحكيها ترى في كل الفرق، يعني حتى ذكرناها هنا. ليش يعني أنت يا مثلا قوميز ما تكون في الدكة؟ قلناها عن حمد الله هنا، ليش حمد الله تشرك حمد الله أساسي صح ولا لا، خليه في الدكة ولعب بالأهلي. يعني اللي أقصد برضو اللاعب أنه لابد أنه يعرف أنك لازم تعطي في الملعب، ولا انظر لعطائك، ما انظر لاسمك ولا انظر لتاريخك ولا انظر للموسم الماضي ايش سويت لي ولا الموسم اللي قبله ايش سويت ولا تاريخك كله. يعني حمد الله انا اقولها لك بامانه، مثلا الحين احنا نضرب طبعا عندنا ملف، عندنا ملف اليوم عن حمد الله. طيب بقول لك عن هو عن السومه. لا بقول لك في السياق هذا حمد الله مثلا، مساله التهديف التاريخي المرعب جدا اللي سويته في 2018 ما يشفع لك، خلصنا من 2018 واخذنا الكاس وانتهينا. السومه 2016 اللي حققتها مع الأهلي والهداف التاريخي لدوري المحترفين، ترى ذي كلها خلصنا منها، ما تشفع لك، ما يشفع لك إلا عطائك. لاعبين كثر، ماجد عبد الله، سامي الجابر، مين بس نتحدث عنه، حسين عبد الغني، كلهم حتى في آخر سنواتهم واجهوا انتقادات عنيفة. طيب فأنا أقول أنه لابد أنك تعطي في الملعب لآخر لحظة أو ترحل. هذه اللاعب الأهلاوي لازم يعرفها، أنه عطائك أو قيمتك معلقة في عطائك داخل الملعب فقط. طيب التاريخ هذا انساه بالنسبة سواء للسومة العويس غيره وغيره. طيب أنا محمد أباخذك بعد الفاصل عشان ما نقطعك، مضطر أطلع فاصل الآن، وبعد الفاصل كمان عشان يكونوا معنا الإذاعة فيصير يعني للمشاهدين وللأثير المستمعين. فاصل قصير بعده هنا. كاتب التاريخ وعملاق الحراسة.
صفوة جيل العمالقة الذين سطروا مجدا تليدا يؤرخ للوطن. الفيصل يبحث آليات التعاون الرياضي مع السفير الفرنسي. وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة القادسية الاستثمارية. قبل 8 جولات من الختام منافسة مشتعلة للظفر بالمقاعد الآسيوية. الانضباط تعاقب العين وترفض احتجاج الشباب. تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الرياضة للجميع يطلق حملة ابدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية، ماجد التويجري، عيد الثقيل ومحمد الماسلي في حلقة الليلة. محمد، الأهلي طبعا اولا مبرر جدا غضب المدرج الاهلاوي الكبير نتيجه هذه الاوضاع في النادي الاهلي، والغضب مش جديد، هو يتكرر كل عام، لكن هذه السنه كانت الوتيره اعلى وترتفع الوتيره كل سنه، لانه مدرج الاهلي يلاحظ انه القيمه الفنيه قاعده تتناقص، وقوه الفريق في الاقتراب من البطولات اصبحت المسافه الفنيه ابعد وأصبحت أصعب الأمور. أعتقد أن المشكلة اللي تواجه الأهلي هي تواجه كل الفرق الكبيرة الجماهيرية اللي لها إرث كبير بطولي وتاريخي وعراقة، ودائما سقف طموح مدرجاتها عالي جدا. اللي واجه الأهلي واجه كل الفرق الكبيرة في عدم احتواء والتكيف مع المتغيرات اللي موجودة من فترة ليست قصيرة، مرت على كل الأندية الكبيرة، وكانت مرت في الأهلي من 4 إلى 5 سنوات مع ابتعاد وترجل شخصية كبيرة كانت هي صمام الأمان، سواء الإداري وسواء المالي في النادي الأهلي مثل الأمير خالد بن عبد الله. هذا الفراغ الكبير يصعب تغطيته من كل رجالات الأهلي اللي موجودين حاليا، سواء رؤساء سابقين، سواء أعضاء شرف، سواء محبين للنادي الأهلي، بالإضافة إلى المتغيرات الفنية من موسم لآخر، بالإضافة إلى ما شاهدناه قريبا من تنازع سلطة القرار بين الشرفيين وبين الإدارة، وتغير أكثر من إدارة حتى وصل الأهلي لهذه المرحلة. كل سنة نلاحظ في مرحلة معينة من بعد عام 2016 يصل الأهلي إلى نقطة حرجة معينة في الابتعاد أو التسليم بأن البطولة بدأت في الابتعاد عنه، ويحدث هذا المشهد. الجديد هذه السنة أنه الوتيرة الغضب ارتفعت، لأنه أصبحت المشاكل الآن أكبر من الوقت السابق بشكل ملاحظ وكبير جدا. نلاحظ اليوم ضعف القرار الإداري، بالإضافة إلى لاعبين أخرجوا مشاكل الأهلي وحولوها إلى الإعلام والمدرج، ومدرج مغلوب على أمره يبحث عن الحلول الغير موجودة حاليا. أنا قرأت اللقاء الجميل اللي قام فيه صراحة ماجد التويجري سبق، أنا أعتقد أنه في الوقت المناسب للبيت الأهلاوي مع أحد الأسماء المميزة مثل الدكتور أحمد عيد، والأسماء قليلة في الأهلي جدا اللي قادرة على أنها تلم الوضع الحالي، منهم الدكتور أحمد عيد، منهم عبد الرزاق أبو داود، منهم طارق كيال، منهم خالد أبو راشد، وغيرهم في أسماء قادرة. فتخيل أنه الدكتور أحمد عيد لما سئل عن الحل قال أنا ما عندي حل حاليا، لأنه المشكلة الأولى كانت مادية وحاولنا احتوائها. إذن مين اللي حيقدر يلاقي الحل إذا كبار رجال الأهلي لم يستطيعوا إيجاد هذا الحل؟
واقترح انه يكون في مستشارين يكونون من صفوه الاسماء الاهلاويه الكبيره القادره على جمع الكلمه والجلوس مع الاداره، ويبدو انه في فجوه ايضا بين الاداره وبين هذه الاسماء الكبيره. مع اختلاف الان قيمه فاتوره البطولات اللي موجوده للسومة سماها المهر، وهي مشكله ارتفاع مهور لكل الانديه مش بس للاهلي. اذا نتكلم الان على المشاكل اللي موجوده على المستوى القرار الاداري، الأهلي يعتبر بالمعطيات الحالية اللي موجودة في الرياضة السعودية نجحت الإدارة جدا في أنها تأخذ الملف المالي اللي هو الملف المالي، أنها تتجاوزه وتأخذ التصريح بأنها تستطيع المشاركة في البطولة الآسيوية، وهذه أحد من أصعب الأشياء. نادي الاتحاد الآن اللي ما يفرق كثير عن الأهلي لا من كمية المشاكل ولا الديون ولا غيره، ولا ما استطاع انه يحققها حتى الان. فالمشاكل هذه يواجهها الجميع، كل الفرق الكبيره تواجهها، وبمقارنه بسيطه جدا، رغم اني انا طبعا اتحادي ولكن الانتماء لا يتعارض ابدا مع المصداقيه. الاهلي وجوده في منطقه المنافسه مهم جدا للرياضه السعوديه، هذا الكيان الكبير العريق، هذا المدرج الكثيف جدا، صاحب قرار قوي في مجريات نادي، يحتاج دائما انه يكون نادي قريب من البطولات، والرياضه السعوديه تحتاج ذلك. لكن انا اعتقد انه الامر كبير جدا يحتاج الى يعني إيجاد معادلة معينة بين أعضاء الشرف وبين الإدارة ولحل الأمور الفنية. يتردد كثير الآن أنه فلادان هو الحلقة الأضعف للمغادرة، ولا أعتقد أبدا أنه هذه المشكلة، مشكلة الأهلي هي ضياع البوصلة بين الجميع. وأحمد عيد لما ذكر كلمة النادي الأهلي مختطف كان يقصد أنه، وقرأتها أنا في ثنايا اللقاء، أنه يقصد القرار هو المختطف، اللاعب حاول أنه يصنع الاتجاه، الجمهور يبحث عن حلول، بينما الإدارة المفترض أنها تأخذ زمام الأمور بعيدة جدا عن السيطرة على هذا الوضع. الأهلي يمر بمرحلة يمر فيها كل الأندية، يحتاج الأندية الكبيرة إلى استيعاب هذه المرحلة. نادي الاتحاد في آخر سنتين ما عنده مشكلة في هبوط المستوى، لا، كان الأمور فوضى بشكل جدا كبير. وتخيل أن الإدارة اللي كنا كلنا نصفها بالفشل الذريع استطاعت بنفس العناصر وبغياب شرفي وبعدم وجود حلول ممكنة صحت من أخطائها وقدمت لنا حاجة مختلفة. فهل تأخذ هذه الإدارة الأهلاوية بالجميع إلى الحلول في ظل غياب المادة اللي ممكن تحل الأمور في يوم وليلة، في ظل غياب الصوت الشرفي الأهلاوي المؤثر، في ظل غياب قائد للمرحلة الأهلاوية يستطيع أن يجمع الكلمة؟ المشكلة الأهلاوية كبيرة، وإذا لم يستطع أحمد عيد أن يجد معادلة لحلها في وهو يتحدث طبعا للصحافة، فأعتقد أنه على الإدارة، وهي اللي دائما أنا أقول دائما أنه الركعة على الإدارة، من عندها تبدأ المشاكل ومن عندها تبدأ الحلول، إنها تتحرك لإيجاد حلول. إذا لم تستطع أن تتحرك في ظل هذه المعطيات فرحيلها أقرب. فاصل قصير بعد هنا. الشهير بالتصدي والماهر في الارتقاء، الفارس الأخضر الذي توهج نجمه ثم بقى في الذاكرة طيبا وسالما.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، ماجد تواجري، عيد الثقيل، ومحمد الماسلي. وفي حلقة الليلة نشوف تذكرت شغلة كذا وأقول لكم عليها بعدين. تقرير عن تراجع مستويات حمد الله والسومة، نتابع. وما الغياب إلا فصل ربيع لم تنبت أرضه لونا أخضرا، فهذا غاب بعد ألق وذاك توارى بعد أن لمس الأفق. كلاهما يملك إرثا كبيرا وتاريخا مجيدا في ملاعب كرة القدم السعودية، لكن دوام الحال من المحال. الهدافان عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله، لماذا خفت ضوءهما في الموسم الحالي؟ النجم السوري عمر السومة سجل رقما سلبيا هو الأول له منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي في عام 2014، بعدما أخفق في التهديف للمباراة الرابعة على التوالي. السومة يقف متأخرا على لائحة ترتيب الهدافين، إذ لم يسجل سوى 9 أهداف وضعته في المركز العاشر، وما يعكس تراجع مستوى السومة، عدم قدرته على التسجيل حتى من علامة الجزاء. في المقابل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله يمر بأوضاع أكثر تأزما، تراجع في الأداء وعلاقة منقطعة مع الشباك، فبعد أن كان هدافا مرعبا في المواسم الماضية، ها هو اليوم يقبع في مركز متأخر جدا في قائمة الهدافين، فلم يحرز سوى 3 أهداف كلها أتت من علامة الجزاء. عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله، لغز محير وتراجع مخيف، فهل اتفق الهدافان على الغياب أم أن لهما عودة منتظرة في قادم الأيام؟ طيب خليني أبدأ معك محمد. منطقة النجوم دائما هذه منطقة خطيرة جدا، منطقة مليئة بالأشواك، يعني ما بقول بالألغام، لكن منطقة حساسة، خصوصا لما يكون النجم صاحب يعني تاريخ أو صاحب منجز أو صاحب تأثير. وبالتأكيد لما نطالع في عمر السومة واللي عمله في الأهلي عمل شيء مهم، ولما نطالع في حمد الله واللي عمله في النصر عمله شيء مهم، أو يعني عمل أيضا هو شيء مهم. في كل المواعيد الكبيرة كانوا موجودين، في كل التحديات الكبيرة كانوا موجودين، في كل المنافسات الكبيرة كانوا موجودين. اليوم في غياب واضح وواضح جدا على النجمين، وهذه المنطقة منطقة خطيرة لا يحب دائما الإعلام الاقتراب منها، لكن كيف ممكن نتكلم فيها محمد اليوم؟ يعني تزامن غياب النجمين مع التراجع الفني لفريق الأهلي والنصر، ففي أمر يتحمله منظومة العمل كاملة في الأندية، وفي أمر يتحمله طبعا النجم. مهما كان فعلا لا يوجد نجم أكبر من الكيان، عليه أن يهتم بنفسه، وهذا جانب جدا مهم، عليه أن يهتم بنفسه. ولم أصلا يصل إلى هذه المستويات والنجومية والأرقام إلا وهو كان على قدر كبير جدا من الاهتمام في نفسه، في التدريبات، اهتمامه في خارج الملعب، اهتمامه بالتعاون مع الزملاء، بمستواه الفني وتطوير قدراته حتى يصل إلى هذه المستويات والأرقام. لكن إنك تصل إلى مرحلة تفقد فيها الحافز الشخصي، تفقد فيها الترابط القوي مع المجموعة، المجموعة ككل تفقد فيها بوصلة العمل وقوة المجموعة فنيا اتكلم اللي تساعد أي نجم على التألق، صادفها السومة وصادفها طبعا حمد الله في هذه اللحظة. لكن في نفس الوقت لما اليوم نشوف ترتيب دوري المحترفين نشاهد 3 إلى 4 هدافين من فرق كلها في المركز 13 والمركز 11 و12، من أبها والفيصلي والباطن ونجوم ومتذيل يمكن وصيف من نادي الباطن وصيف الهداف. فهذه الأرقام الكبيرة تدل أنه حتى وإنت في أسوأ أوضاعك، أو حتى والمنظومة ككل حولك ما هي قادرة تصل إلى النجومية، أنت كنجم قدم اللي عليك على الأقل،
حصلت على النتائج أو لا، وقوم في دورك وحتحصل على التقدير الكامل من مدرجك. لكن أنه فريقك يغيب ودورك حتى في تحسين أوضاع هذا الفريق تغيب، الأمر هنا محير، ويعود الملامة يعني بتركيز أكبر على النجم. نشاهد نجوم كثيرين طبعا غابت فرقهم، لكن استمروا، خليني أقول استمروا في تقديم المنجز والأرقام. اتذكر يعني الاتحاد وهو الأقرب دائما للذاكرة، أنه روما في أسوأ مواسم الاتحاد كان موجود من ضمن الثلاثة أو الأربعة الأوائل في التهديف، وهو في أسوأ أوضاع فنية وفي الترتيب، ورغم ذلك استطاع النجم الأول الموجود أو حتى الوحيد اللي كان موجود وقادر على تغيير النتيجة أنه يقدم شيء. السومة لاعب كبير، وشفنا تألقه مع الأهلي وقادر على العودة بالتأكيد، وننتظره جميعا. حمد الله صاحب أرقام قياسية وظهور أبهر الجميع، والاثنين إضافة للدوري السعودي، وعودتهم قيمة أكبر للدوري السعودي، وننتظر منهم. لكن المشكلة الآن في النجم عندما يشعر أنه الملامة عليه، يعني خروج السومة الفضائي كان يشعر أنه كل الضغوطات لإعادة الأهلي كانت عليه، رغم أنها هي من مسؤولية الإدارة ومسؤولية الكيان كأعضاء شرف ومنظومة، حتى الخسارة داخل الفريق في مدرب وفي زملاء لاعبين، لكن تشعر أن الأضواء كلها عليك وأنك أنت السبب الأول والأخير، وتخرج لرمي الملامة على الكل والخروج من هذا. ما هي تصرفات النجم؟ تركيزه لا زال داخل الملعب. النجوم الكبار لما يخرج تركيزهم خارج الملعب تظهر مستوياتهم، تبتعد مستوياتهم أكثر فأكثر، رغم أنه له دور كبير. النجوم الكبار مسؤوليتهم أكبر داخل الفريق، قادرين على تقريب وجهات النظر مع بقية النجوم، قادرين على تحفيز الجميع، قادرين حتى على تشكيل رأي استشاري مع الإدارة لتحسين الأوضاع. هذا الدور اللي كان ننتظر منه سومة وننتظر منه حمد الله. اتذكر حتى حمد الله قبل فترة طلع بتصريح لما قال انه ان شاء الله الامور لما ترجع الى نصابها قبل رحيل المدرب. هذا التصرف ايضا وهذا التصريح ما كان مكانه ابدا، واضح انه في خلل. الخلل مو مطلوب منك تحسنه يا حمد الله، قوم بدورك واثبت لنا بارقامك داخل الملعب. لكن النجم عندما يخرج خارج الملعب حيبتعد عن مستوياته بشكل أكبر. عموماً ننتظر النجوم، لا زالت نجوم كبار في سماء الكرة السعودية، لا زلنا ننتظر منها الكثير مع انتظار عودة الأهلي والنصر طبعاً. ماجد، شوف أنا أعذر الجمهور أياً كان عندما يتعامل مع النجم بأسلوب عاطفي، لكني ضد تماماً أن تتعامل الإدارات مع النجوم بأسلوب عاطفي. بمعنى على سبيل المثال، غوميز أدى موسم ممتاز وحقق مع الهلال ثلاثية وجاب دوري أبطال آسيا، قبلها بأشهر وقع معه عقد سنتين أو ثلاث سنين، ومعنى أنه ممكن في الموسم القادم ما يقدر يعطيني، فهذا أنا ضده. عملية أنه عمر السومة على أساس أبني على تاريخه وأمجاده السابقة مع الأهلي وقع معه ثلاث سنين، هذه عقود أسميها يدخل فيها جزء من العاطفة. أنا حتى في الهلال في مرحلة من المراحل ضد أنك تجامل ياسر ولا الشلهوب على حساب النادي، حتى لو كان العقد ما هو ضخم من الناحية المادية، لازم تتعامل بأسلوب مؤسساتي مع هذه الظروف. أنت مؤتمن على نادي، ما أجي أنا يشرط علي لاعب سواء حمد الله ولا السومة ولا غوميز وأنا أدري أن تقدم فيه العمر، أعطيه سنة زيادة وأنا متوقع أنه في السنة هذه ممكن يكون حبيس دكة الاحتياط، وبالتالي أنا أعطيته وصار عندي هدر مالي على قيمة ممكن تصل إلى 10 مليون. ونفس الشيء شوف عقد غوميز عقد ضخم، لا تجامل على حساب النادي، لا يكون عندك جزء من العاطفة. بالنسبة لحمد الله حاخذه على شكلين. شكل ممكن تقول أنه الرجال ما لعب 4 مباريات وراء بعض، وبالتالي الحكم عليه صعب، وبالتالي موسم للنسيان. من الممكن أن ينقذ موسمه لو ساهم في تحقيق النصر لبطولة كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين. وفي تعامل آخر يقول بأنك أنت يا أنا أتكلم عن حمد الله، أنت يا حمد الله أوكي خلعت إشارة القيادة بشكل غير مرضي للجميع ورميتها أوكي، وعطيتها وطيفر على قولتهم زين، قمت حلوة نطقتها صح ولا لا، قمت يا طويل العمر وسويت طقيت انت وسلطان الغنام 6 ضربات جزاء تضيع منها، وبعضها كأننا نشاهدك تتعامل معها برعونة. هذا اللي كان يتكلم عليه ابو فيصل، ما في احد اكبر من الكيان.
أنا لو كنت صاحب قرار في النصر الشوشرة اللي صارت وبدأت الشوشرة من مباراة الفيصلي لما خصموا عليه وخير يا طير خصموا عليك 15% تقوم تقفل جوالك وين حنا في حواري تقوم تقفل جوالك تروح تنحر بيتكم وطز في الفريق يعني إيش خلاه يسوي كذا لأنه شعر أنه ما في ضبط إداري في النادي في ذاك الوقت لو أنه شاعر أنه وراه واحد يبي يمسك من إذنه ويقول له يا حبيبي ما أنت بأكبر من النصر ترى النصر هو اللي خلى المدرج النصراوي كله يحبك كله يعزك كله يقدرك هو النصر هو اللي تسبب بعد الله سبحانه وتعالى بأنك أصبحت خط أحمر مدرج كامل كان يهتف لك ليش؟ لأنك كنت تسجل كنت تحترق من أجل القميص كنت من ساهم لكن أنا ما أبني على كان أبني على ماذا بعد ماذا سيقدم لي نفس الشيء حمد الله 18 سنين عفوا السومة وهو مصدر سعادة وفخر للمدرج الأهلاوي للإعلام الأهلاوي لنا كإعلاميين كلنا نفخر ونتغنى فيه لكن السومة هذا الموسم مصدر حزن بالنسبة للمدرج الأهلاوي يضيع ضربة الجزاء يساهم في إهدار فرص سهلة لذلك أنا أقول ما فيه لاعب كان من كان عشان ما يقولون عشان السومة السومة غوميز حمد الله زي ما قال أبو فيصل هذولا سوبر ستار أنت الآن أنت لازم تقيم إيش حيعطيني أنا الحين مجدد معه 3 سنين استمر هذا الموسم بهذا السوء الفني ها عشان ما تنحسب بشكل غلط بعد الموسم اللي جاي نفس الحكاية الموسم الثالث هتعطيه 10 مليون وهو ممكن حبيس دكة الاحتياط لذلك هذه أسميها عقود فيها جانب عاطفي ما فيها إدارة احترافية بعقل أنا كنت زي ما قلت لك واختم فيها أنا وهم أبناء بالذات الشلوب ابن النادي من البراع طالع عملية أني أجاملة لو مليونين على حساب النادي لا النادي ما هو جمعية ولا النادي كيان مؤسساتي يجب أن تتعامل معه باحترافية بس طيب عيد أخذك بعد الفاصل اللي تبي نروح الفاصل بعد الفاصل نعود أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية ماجد توجري عيد الثقيل محمد الماسي وفي حلقة الليلة عندك يا عيد ما شوف يعني سواء بحكي عن المهاجم عموما يعني هذا قدر المهاجم الهداف دائما في الانتصارات وقت الإنجازات يأخذ الثناء كله وفي وقت الخسائر يأخذ بنفس القدر من الانتقاد وأعتقد أنه مسألة عادلة جدا شوف مثلا موسم 2018 الجميع تغنى بحمد الله ما كان في حديث عن بقية اللاعبين النصراوي ما كان حمد الله يلعب لوحده أكيد كان في 11 لاعب آخرين لكن مع ذلك كان الثناء كله لحمد الله الآن شوف أغلب الانتقاد وأكثر الانتقادات توجه صوب حمد الله رغم أنه في 11 لاعب آخرين ومستوى النصر كله فيه هبوط عمر السومة نفس الحكاية في 2016 والمواسم السابقة كان النجم الأول والإشادة كلها والأضواء كلها نحو عمر السومة أكيد في المقابل أنه وقت الخسائر راح يرى لك النصيب الأكبر هذه يعني قلت لك قدر الهداف أو ضريبة الهداف حتى في العقود أنت الهداف حقدك الأغلى هذا معروف في كل دول العالم مثل ما قال ماجد أنه رغم أني أنا يعني أعتقد أنه كلام ماجد مثالي جدا يعني لا يمكن تحقيقه أنه استحالة أنك تتعامل بحزم مع المهاجم الهداف هو آخر واحد تنشدد له ما أقول لك أنه يعني ما راح تعمل معه بحزم لكن بالتأكيد وأتحدى أي إدارة أنه يكون تعاملها مع الهداف حتى مهما كانت حازمة زي تعاملها مع أي لاعب آخر يعني وأضرب لك مثلا الحمد لله لما أنذر إدارة النادي وأرسلها على متأخراته لو كان لاعب آخر تتوقع أنه راح تسلم له بسرعة وراح تمشي الأمور لا عمر السومة 10 مليون في ظروف الأهلي والوضع اللي قاعد يقول عنه التوازن المالي
عبد الله مؤمنة وتحقيق توازن مالي وعلى الإشكالية دي، هل كان راح يجدد له بهالمبلغ وثلاث سنوات؟ جوميز اللي ضرب فيه مثال أبو تركي أيضا، هل كان سيمدد له سنتين أو يجدد عقده سنتين وهو في هذا العمر؟ لولا يطول العمر الأهداف اللي سجلها، لولا تحقيقه هداف وأفضل لاعب في بطولة آسيا، بالتأكيد لا. فهذه أشياء طبيعية تحدث للمهاجم، المهاجم دائما في وقت الفرح هو من يخطف الأضواء، وفي وقت الانكسار النقد كله يتجه إليه. حمد الله شوف يعني حقيقة يعني عشان نكون واقعيين، حمد الله من الصعب أنك يعني تتحدث عن يعني مستواه أو انخفاض مستواه أو لأنه حقيقة ما لعب مباريات مستمرة، الإصابات الغيابات الأشياء كلها بنذكرها. صحيح أنه في مسيرته المتقطعة هذه صار فيها دروبات، يعني في ضربات الجزاء اللي أضاعها، وهذه طبعا شيء غريب على حمد الله لأنه متخصص جدا فيها، وفي مشكلتين ممكن ذكرها أبو تركي أيضا توجه يعني تخلي الأنظار تلتفت لحمد الله والانتقاد يوجه لحمد الله. لكنه أنا أعتقد أنه لا زال حمد الله، يمكن لو تيجي تقارني الثلاثة مهاجمين، طبعا إحنا نتحدث عن الهدافين، تقولي ممكن مين اللي ممكن يرجع، أحط لك حمد الله أول، مش عشان الأبرز، أنا في وجهة نظري أنه هو الأبرز لما كانوا كلهم بارزين، بس لا أقول لك يمكن العمر وسنه أيضا يساعده، وقلت لك أنه فعلا لم تتح له الفرصة. مباراة الجاية بين الاثنين بس برضو صعبة، حمد الله والسومة برضو صعبة، مين شوف اللي لا شوف حيصلح أوضاعه على حساب الثاني. شوف حمد الله لو يزج به أساسي، أنت تظلم حمد الله لاعب منقطع الحين ثلاث مباريات واربع مباريات، يعني حقيقة ما راح يكون جاهز إنه يشارك فيها كلها، لازم تستخدمه كورقة رابحة، وأيضا لازم تعرف إنه راجع من غياب، يعني هذه لازم نقدرها. السومة أيضا نجد له العذر، حال الأهلي كاملا والوضع اللي مر فيه الأهلي، متى السومة فعلا يعني في المباراة ما أجد العذر؟ لما يكون الأهلي جيد والسومة هو اللي لسه علامة الانخفاض، ما سجل أو ما قول. لكن أتوقع أنه الحمد لله ما راح يكون يعني هو ورقة يعني خطرة جدا في يد المدرب نصر، استحالة أنه يشرك بها أو يزج بها أساسي، وإذا زج بها أساسي أنا أعتقد أنه راح يظلم الحمد لله ويظلم النصر أيضا. خلينا نشوف أرقام الجولة الأخيرة.
فاصل قصير. أخطبوط الحراسة وعملاق القارة. الأشهر في الذود عن الشباك، الأسطورة التي يكتب سطورها الأجيال من ذهب. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه، وصلنا لختام. ماجد شكرا جزيلا لك. شكرا وجود. شكرا عيد. شكرا جزيلا لك. شكرا محمد. شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30 في امان الله. وافقت وزارة الرياضة على الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن تأسيس شركة استثمارية باسم النادي، وذلك من أجل تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات. وتعتبر الشركة نقلة نوعية وتجارية كبيرة في الاستثمار من أجل تحقيق موارد مالية متنوعة تعود ملكيتها للقادسية. رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم احتجاج نادي الشباب ضد الفتح بشأن مشاركة لاعبه نواف بوشل في مواجهة الفريقين، وأكدت اللجنة نظامية مشاركة اللاعب. كما غرمت لجنة الانضباط نادي العين مبلغ 10,000 ريال بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب في مواجهة ضمك، إضافة إلى إلزام الثنائي باستوس وعبد الله الرشيد بدفع غرامة مالية قدرها 15,000 ريال للأول بسبب سماحه لأحد حاملي الكور باقتناء القميص الخاص به، ومبلغ 1,000 ريال للثاني بسبب عدم التزامه بارتداء الكمامة. وصل المنتخب السعودي تحت 20 عاما تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023. شارك محمد كن وصالح الشهري وهتان بهبري ثلاثي فريق الهلال في التدريبات الجماعية بعد غياب تجاوز الشهر لكل منهم. وافتقد الأزرق جهود لاعبيه في شهر فبراير الماضي وبداية مارس الجاري إثر إصابات متفرقة. وصل الصربي فلادان مهمه على رأس الجهاز الفني في النادي الأهلي تحضيرا للمباراة المرتقبة أمام النصر الخميس المقبل. وكانت الإدارة الأهلاوية قد عقدت اجتماعا عاجلا مع فلادان أمس الأحد من أجل محاولة إقناعه للتنازل عن جزء من مستحقاته لفسخ العقد، إلا أنه اشترط كامل قيمة الشرط الجزائي والذي يصل إلى 1.5 مليون يورو. أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حملة نوعية جديدة تحت شعار ابدأ الآن، لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع في المملكة على المشاركة في الأنشطة البدنية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن الاتحاد يعمل من أجل تحقيق قفزة نوعية تماشيا مع رؤية المملكة 2030. ومن ضحوك الفجر لين آخر مدام،
يا محمد كل يوم أرضك وتنبت صياهدها خضار وتحت ظل الشمس والوضع محسوم وفي السماء والأرض أو فوق البحار نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم ونكتب اسمك حب وامجادك شعار نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم ونكتب اسمك حب وامجادك شعار يا محمد وعزك يدوم ومعك حنا من مسار إلى مسار من عزومك عرفت كبار العزوم ومن بداية رؤيتك يبدى النهار يا بشاير خير وعلومك علوم المطر يشبه وحلامك كبار نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد نكتب اسمك حب وامجادك شعار يا سلام